ذكرني مين انا؟ عمو. وين بابا؟ غنى. تروح تنادي لي اياه قول عمو بده اياك. يعطيك العافية. السلام عليكم. دقيقة بالله بعد اذنك، دقيقة بالله بعد اذنك. كيف حالك؟ احنا بنصور اول شيء. تسمح لنا؟ يا اهلا وسهلا. الله يسلمك، سلامات، كيف حالك؟ بدنا ناخذ دقيقة من وقتك، ابنك صح؟ الله يخليك اياه، ممكن ندخل دقيقة؟ مسطورة؟ بسم الله. يا ساتر، وش اخباركم؟ كيف اموركم؟ والله الحمد لله، يا اهلا وسهلا. كيف صحتكم؟ والله ومن الله يحييك. طبعا احنا عملنا فيديو مع ابنك قبل تقريبا 4 ايام. حياك الله. وانا عرضت الفيديو على السوشيال ميديا. حياك. وفي ناس بعثوا لي امانه، فاهم كيف؟ اوصلها لك يا سيدي. حياكم الله. الله يرضى عليك. احنا اول شيء حابين نعرف ايش سبب مشكله ابنك، هل هي خلقيه؟ والله هو انولد في عنده مشكله في رجله، في عنده كان نقص اكسجين في الدماغ، وادت الى انه في عنده مشكله صارت في الاوتار. والمشكلة هذه زي ما تقول تفاقمت، بس في فترة الحرب زادت بشكل كبير. يعني هو له حد كان في له عملية في بشهر 7/1، يعني 7/1 هذا بالخارج، لأنه هنا ما فيش له عملية بصراحة، ما فيش يعني معدات تؤدي لذلك. طب هل في تقرير؟ في تقارير. تقارير مش تقرير. طب تقارير على السوشيال ميديا. مشكلته بتنحل. بده عمليه، بس بدهش عمليه هنا، بده عمليه بالخارج. يعني بصراحه يعني انه هنا فيش امكانيات. قلنا ايش رقم جوالك على السوشيال ميديا عشان اي حدا يتواصل معك؟ رقم جوالي انا 0599187031. تمام. الناس المعنيين ان شاء الله رح تتواصل مع الرقم معك وتتبع معك اول باول. ما في مشكله. وفقدت والله انا واحد من افراد عائلتي اللي هو بنتي. بنتك؟ اخته لجابر. جابر اسمه؟ لجابر. الله يرحمه. صحيح. الله يرحمه. والله انا كنت صاحب محل يعني، بس حاليا لا. لا لقيت طبعا فيش يعني. احنا فلقيتها في منطقة، في منطقة اللي ما فيش لقيتها يعني لا شغل ولا في حاجة. قلناش نفسك تشتري؟ يلا احكي لنا. يلا سجل ايش بدي اشتري، هذا لازم تسجلي له. ايش؟ ايش؟ احكي لنا. يلا. بسكوت. بسكوت؟ وش كمان؟ يلا بتاخذ من بابا ماشي؟ يلا طولنا عليك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله. خليك غالي. الله يسلمك. الله يسلمك. طيب تحياتنا لك. يلا السلام عليكم.